قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إن مبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أحد أحدث وأكبر المبادرات التي يتم تنفيذها لتطوير الريف المصري، ليس فقط على المستوى الإنشائي بالنجوع والقرى، ولكن أيضا فيما يتعلق بالتطوير الفكري والثقافي ليحيا المواطن المصري بشكل كريم. جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة لمراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة بهدف تمكين النشء والشباب من خلال المشاركة في الحياة العامة ومن أجل تنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات. احنا في مبادرة حياة كريمة بنعتز ونفتخر ان في المرحلة الاولى لينا 1041 مركز شباب و1041 مركز شباب 266 مركز شباب جديد خالص في المرحلة الاولى لقرى حياة كريمة، والباقي في الحقيقة هو تطوير لحياة كريمة، وده اضاف لينا لان هنكمل تقريبا كده 5000 مركز شباب على مستوى الجمهوريه في المرحله الاولى. الارقام اللي قلنا عليها اكيد هيكون في تعاون في المستوى الاجتماعي والاسري والثقافي او التثقيفي، وحتى انشطه السكان والانشطه المتكامله اللي حاولنا فيها مراكز شباب، وبنحاول جاهدين ان يكون مركز شباب هو مركز خدمه مجتمعي متكامل. فبالتالي أكيد مع مؤسسة حياة كريمة بطلاقتها والعمل اللي موجودين فيه، حتى برامج المتطوعين إحنا عندنا متطوعين وحياة كريمة المؤسسة عندهم متطوعين، حقيقة نقدر الفترة القادمة هيكون في تعاون كبير جدا، وهو تعاون من أجل بلدنا من أجل القرية المصرية والريف المصري. النهاردة يمكن يعني خطوة جديدة من سلاسل الشراكات اللي بتقوم بيها مؤسسة حياة كريمة، وهي خطوة الحقيقة يعني إحنا سعداء جدا ونتشرف بيها إن إحنا نثمن جهودنا مع وزارة الشباب والرياضة، لأن هي تتقابل في العمل بشكل كبير جدا، وتوحيد الجهود بيننا هيكون متقابل بشكل كبير، لأن احنا تقريبا كافة الأنشطة وكافة المحاور الخدمية اللي بتقوم بها المؤسسة يعني متشابهة جدا مع وزارة الشباب والرياضة.